الخير على حضراتكم جميعا. مرحب بكم من عند معبر رفح. انا اسمي غاده البهنساوي، رئيس المركز الاعلامي للتحالف الوطني وحياه كريمه. النهارده الحقيقه احنا بنرحب بكم في اول مؤتمر صحفي للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسه حياه كريمه من امام معبر رفح. الحقيقه احنا كشباب مصري متطوع من كافه اطياف المجتمع ومن امام معبر رفح، واللي اصبح هو الشريان الوحيد لاهالينا في قطاع غزه، وهو بوابة النجاة الوحيدة ليهم دلوقتي، واللي بيمر هناك بمرحلة شديدة الصعوبة وبيعاني من كارثة إنسانية هي الأصعب في تاريخه. ومن هنا من أقرب نقطة لأهالينا في قطاع غزة بنأكد على إدانتنا كشباب مصري متطوع، رفضنا الكامل لكل ما تشهده فلسطين وخاصة قطاع غزة من انتهاكات لكل معاني الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية في عدوان واضح هو الأصعب، وفي عدوان واضح على كافة حقوق الإنسان وأهمها وهو الحق في الحياة. الحقيقة مؤسسات المجتمع المدني المصرية قدرت خلال 36 ساعة فقط إنها تحضر القافلة الأولى المحملة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة تحت شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين. الشباب المتطوع اللي موجود هنا معانا واللي تخطى عدده 55,000 متطوع كانوا موجودين هنا بداية من يوم 14 أكتوبر، موجودين أمام المعبر رافضين الرحيل لحين دخول المساعدات لأهالينا في قطاع غزة. نجحت أول شاحنة للمساعدات المصرية في الدخول لقطاع غزة يوم 21 أكتوبر ووصلت لأهالينا داخل فلسطين. كل ده كان من خلال جسر بري متواصل من المساعدات والإغاثات المصرية المتواصلة والمقدمة للجانب الفلسطيني. كل ده كان بمشاركة وجهود أكتر من 55,000 متطوع من الشباب المصري. واللي اسمحوا لي هرحب بزمايلي من التحالف الوطني وحياة كريمة عشان يحكوا لنا رحلة مساعدات المصرية ورحلة نجاح المجتمع المدني المصري في دخول قوافل المساعدات بشكل متواصل لقطاع غزة. واللي جايين النهاردة الحقيقة محملين بقافلة جديدة وفوق جديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لأهالينا في قطاع غزة.